Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم ويوم موفق إن شاء الله أهلا وسهلا بمعالي الدكتور دكتورنا العزيز زي حضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا دكتور محمد زي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله الحمد لله بخير عشنا كتير دكتور ربنا يبارك في حضرتك الله يخليك ربنا يبارك فيك احنا بنرحب بحضراتكم ان شاء الله يكون يوم ممتع ومفيد لحضراتكم ودورة تدريبيه موفقه خلينا نتعب دكتور هاب ونبدا معاه حالا مش عايز اضيع وقت حضراتكم ان شاء الله احنا كاداره موجودين نجاوب على حضراتكم لو في اي استفسار بس رجاء نخلينا في اساسيات البحث العلمي وان شاء الله بالنسبه للاستفسارات اتاكدوا 100% ان احنا في اخر الدوره هنجاوب يعني على حضراتكم على اي استفسار يخص الحضور ويخص الشهاده يخص كل شيء بس خلينا نركز في المعلومات مع الدكتور هاب وبالتوفيق يا رب وشكرا وش... لحضراتكم على الحضور وتفضل معالي الدكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا <تصحيح> دكتور انا ما عرفتش حضرتك بس استاذن حضرتك اتفضل يا رب طيب اتفضل حاضر اتفضل اعمل شيء الاول لل... اه يا بال... دكتور اتفضل الباور بوينت اه دكتور طيب آه. ألو... ألو... الو شيء طيب هو احنا ما ينفعش نلغي شيء هنا ممكن ممكن حضرتك تلغي شيء عشان اقعد انا اعمل شيء دكتور محمد الصوت عند حضرتك مقفول حاضر دكتور اتفضل كده مع حضرتك الفاست والشير تمام تمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه يعني انا سعيد جدا بوجودي معاكم اخواتي الاعزاء في دوله الامارات والسعوديه في دكتور محمد دكتور احنا معانا في جامعه الجميع حوالي 43 جنسيه طيب جميل جدا دولة الامارات والسعودية وانا الحقيقة اديت دورات قبل كده في السعودية واديت في العراق انما اخواتنا في دولة الامارات الشقيقة دي حيبقى اول دورة معاكم ان شاء الله والحقيقة انا بستمتع بالبحث العلمي الحقيقه يعني حصل اتفاق بيني وبين الدكتور محمد في في دوره دي كانت في قمه سعادتي الاول قبل ما ابدا الدوره سريعا كده اعرفكم بنفسي يعني انا استاذ في جامعه طنطا في في مصر كنت وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث وعميد الكليه السابق وعضو لجنه العلميه لتركيه الاساتذه والاساتذه المساعدين وحاليا عضو اللجنه العلميه الاستشاريه لوزير الشباب والرياضه في جمهوريه مصر العربيه فانا الحقيقه سعيد بوجودي معاكم جدا ويعني ليا الحقيقه الكثير من المؤلفات يعني ليا حوالي 10 مؤلفات منشورين في مجال البحث العلمي في مجال الاحصاء في مجال التقنيات الحديثه في التكنولوجيا فالحمد لله فضل من عند الله عز وجل يعني نكتفي بكده باللي أنا أعرفكم بنفسي ونبتدي معانا الضوء عشان ما نضيعش وقت يعني موضوع البحث العلمي الحقيقة موضوع من الموضوعات الهامة جدا لطلاب الدراسات العليا وانا بقول ان البحث العلمي لطالب الدراسات العليا وحتى لو ما كانش طالب الدراسات العليا لو انا صوتي واضح كده الاول او يعني مش محتاجين اي حاجه لصوت واضح والبايب وال وال بوينت واضح يا واضح دكتور. جدا دكتور واضح. آه واضح جدا دكتور تمام تمام فموضوع البحث العلمي ده موضوع مهم جدا لو حتى بالنسبه للانسان العادي اي مشكله بتقابله في حياته ممكن لازم ان هو يستخدم البحث العلمي في حل هذه المشكله لان البحث العلمي اساسا هو البحث عن الحلول للمشاكل اللي هي بتقابلنا سواء مشاكل علميه او سواء اي مشكله تقابلنا في حياتنا المفروض بنستخدم البحث العلمي في حلها دايما بقول لطلاب الدراسات العليا في في المحاضرات ان في مثلث ثلاث اضلاع متساويه ايه الثلاث اضلاع متساويه اللي هو المفروض انت تكون مميز فيهم بالاضافه الى جميع العلوم الاخرى المرتبطه بمجال تخصصك الدلع الاولاني البحث العلمي المفروض ده انت تكون فيه ممتاز مادة جميلة وانت بتعمل اساسا دراسات يعني بتعمل بحث علمي فانت المفروض تبقى فاهم ايه هو تفاصيل البحث العلمي ويعني ايه بحث علمي لان ده شغلك وانت داخل تعمل الماستر او تعمل بي اتش دي في يبقى ده شغل بحث علمي. الضلع الثاني من المثلث الاحصاء، ليه الاحصاء؟ لان انت لما بتعمل بحث علمي محتاج ان انت بتستخدم معالجات احصائيه عشان عن طريقة اللي انا بستخرج نتائج معينه وبقدر اللي انا عن طريق البحث بتاعي احلل النتائج وابتدي التوصل الى حلول للمشكله بتاعتي اللي انا بستخدم لها البحث العلمي فالاحصاء موضوع مكمل جدا للبحث العلمي ويكاد يكون الاثنين متداخلين مع بعض وما نقدرش نستغنى البحث العلمي ما يقدرش يستغنى الاحصاء في استخراج النتائج والاحصاء نفس النظام مرتبطه جدا بالبحث العلمي. الضلع الثالث اللي هو المجال التخصص بتاعي ايا كان مجال تخصصك انت المفروض تبقى متفوق فيه وتبقى متميز فيه لان ده تخصصي سواء كان في البكالوريوس او كان سواء في مرحله الماجستير او الدكتوراه ده التخصص بتاعك المفروض تبقى فاهمه فهم عميق يبقى الثلاث حاجات اللي انا بقول عليهم دول او الثلاث مواد مرتبطين دول ببعض لازم اكون مميز فيهم ولازم اكون على درجه عالية من الفهم المتعمق لهذه المواد بالإضافة طبعا لا أقلل من قيمة المواد الأخرى ولكنها أيضا المواد الأخرى مكملة لأن تبع علوم مرتبطة كلها وبتعمل أو بتخدم على المجال التخصص بتاعك طيب لما نيجي نقول ما هي البحث العلمي إيه هو البحث العلمي يعني إيه بحث علمي علماء كتير جدا عرفوا موضوع البحث العلمي زي مثلا واحد اسمه فاندالين طبعا ده عالم كبير جدا ومشهور قال لنا ان البحث العلمي ده محاوله دقيقه ومنظمة ناقضة للتوصل لحلول لجميع المشكلات التي بتواجهها البشرية. اي مشكله بتواجهها البشريه زي انا ما قلت في الاول لابد ان يكون هناك بحث علمي او نستخدم البحث العلمي لمواجهه هذه المشكله عالم تاني قال ان البحث العلمي وسيله للدراسه يمكن بواسطتها الوصول الى حل مشكله محدده نفس النظام ونفس الهدف بتاع يعني ايه بحث علمي بس بصيغه ثالثه بصيغه ثانيه مختلفه قال هلنا العالم اللي اسمه هيل عالم ثالث قال ان البحث العلمي ده عمليه منظمه لجمع البيانات او المعلومات وتحليلها لغرض معين اه ده قال حاجه مختلفه شويه الاثنين التانيين قالوا ان في مشكله معينه وانا بستخدم البحث العلمي عشان أتوصل لحل هذه المشكلة العالم الثالث قال إن بجمع بيانات ومعلومات طيب ما أنا هتوصل لحل المشكلة دي ازاي؟ عن طريق البحث لأني لازم يكون عندي ديتا الديتا اللي عندي دي بستخدمها والمعلومات اللي عندي أنا بستخدمها لاستخراج النتائج ولما بيكون عندي نتائج بقدر اللي أنا أحللها وأتوصل لحل المشكلة معينة اللي أنا المفروض اللي أنا أبحثها وعن طريق حلول هذه المشكلات وعن طريق البيانات اللي عندي والمعلومات اللي عندي اقدر كمان اللي انا اتنبا بحلول مستقبليه يعني مش اللي انا اتواصل الحل بس هذه المشكله واقف على كده لا كمان اعمل بيدكشن واقدر اللي انا ممكن يبقى ايه ممكن يحصل ايه في المستقبل. نيجي نشوف ثاني حاجه اللي هي اهميه البحث العلمي البحث العلمي بيعمل لنا ايه او بيقول لنا ايه؟ بيفتح افاق واسعه امام الباحث لاكتشاف الظواهر المختلفه في مجال العلوم الطبيعيه والاجتماعيه والانسانيه. يعني البحث العلمي مش قاسي على علم معين او مجال معين. وما بيشتغلش في المجالات الأخرى ولكن البحث العلمي متداخل ونقدر اللي إحنا نستخدمه في مجال العلوم الطبيعية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو علوم طبية أو علوم هندسية البحث العلمي داخل في جميع المجالات العلمية اللي موجودة في حياتنا جميع الدول المتقدمة بتنشئ مراكز ابحاث، بتنشئ مراكز دراسات الفائده بتاعتها او الغرض بتاع هذه المراكز انها تقدر انها تتوصل لحلول لمشكلات معينه، وعن طريق التوصل لحلول مشكلات ممكن انها النتائج بتاعتها ممكن انها تساعد على التقدم العلمي لهذه الدول. البحث العلمي وسيله تستطيع المجتمعات اجتياز عقبات وتخطيط للمستقبل زي ما قلنا وتفادي اخطاء يعني الدول الناميه ذات نفسها بتستخدم البحث العلمي على اساس انها بتقلص الفجوه بينها وبين الدول المتقدمه وزي احنا ما قلنا ان ممكن تكون في دوله متميزه عن دوله اخرى عن طريق البحث العلمي زي ما بنشوف ان في دوله دوله متخصصه في الشيبس ذات نفسها بتصنع الشيبس اللي هو بيدخل في في الموبايلات وبيدخل في الكمبيوتر هي متميزه زي الهند او هناك دول اخرى متميزة في الموضوع ده وتقدر انها تصدر المعلومات ذات نفسها في دول بتصدر انها توصل لمعلومة معينة وتقدر انها تصدر هذه المعلومة اذا البحث العلمي ده مهم جدا لجميع الفئات وليس يختص بفئة معينة والفئه الاخرى ما ينفع بحث علمي لا ده جميع الفئات سواء كان مدرسين طلاب اساتذه اعضاء هيئه التدريس اي مجال من المجالات ممكن اللي انا استخدم في بحث علمي وزي ما قلنا حتى بالنسبه لحياتك الشخصيه انت لو تعودت تستخدم البحث العلمي في اي مشكله بتقابلك في حياتك وتقدر ان انت تعرف سبب حدوث هذه المشكله والعوامل التي ادت الى حدوثها وازاي نقدر ان احنا نحط خطط معينه اللي احنا بيها نقدر ان احنا نتوصل لحل المشكله دي وفي بلان وان وان نفعتش بلان وان يبقى في بلان تو بحيث ان احنا نقدر في الاخر نتوصل لحل المشكله اللي, اللي بتقابلنا. اول حاجه من اهداف البحث العلمي كمان اللي احنا بنتكلم عليها الملاحظه. السمات الباحث او صفات الباحث لازم يكون عنده ملاحظه اللي انت بتبص كده بعيون بعين خبير او بعين باحث تقدر ان تلاحظ المشكله ان في مشكله في مجال تخصصي وان هذه المشكله لم يتناولها احد بالبحث المشكله دي موجوده ولم يتناولها احد بالبحث فاستطيع ان انا ابحث في هذه المشكله طالما في مجال تخصصي. التصنيف والوصف اللي انت توصف المشكله دي بعد ما بتلاحظها وبتجمع البيانات وتقدر اللي انت تعمل ادراك وتعمل علاقات وروابط بين اجزاء او بين المشكله بينها وبين بعضيها وتوصف اذا كان في علاقات موجوده تقدر اللي انت تربطها ببعض وتقدر اللي انت تستخرج منها نتائج ده موضوع عشان كده انا قلت ان البحث العلمي ده متداخل مع الاحصاء على اساس لما اجيب علاقه انا هجيب علاقه ازاي؟ ما انا هجيب علاقه عن طريق معالجات الاحصائيه زي معاملات الارتباط وغيرها من بعض المعالجات الاحصائيه الاخرى اللي انا ممكن استخرج منها النتائج. فالبحث العلمي من هنا جت اهميته ان هو مرتبط ارتباط هام وشديد بالاحصاء. ازاي انت تقدر تفسر النتائج بتاعتك وتحط وتشوف سبب حدوث المشكله ايه وان المشكله دي اللي انت بتخضعها للدراسه تقدر اللي انت تفسر النتائج اللي انت بتطلع لك نتيجه لاستخدامك الاساليب العلميه في التوصل لحلول هذه المشكلات. تقدر اللي انت توصل لحقائق او معايير جديده عن طريق البحث العلمي. Thank you. حاجه معينه زي العلماء زي زويل وهي ان هو يكتشف حاجه مميزه محتاجاها البشريه ممكن ان هو يقدر يتنبا بشيء معين ممكن ان هو يخترع حاجه معينه ممكن انها كانت بتؤيق البشريه ويقدر ان هو يخترع حل معين يساعد او يساهم في تقدم او التوصل لحلول لهذه المشكلات وتقدم بعض دوله معينه في هذا النوع اذا البحث العلمي ما نقدرش نستغنى عنه سواء على مستوى الاشخاص او سواء على مستوى الدول من اهداف البحث العلمي محاوله الوصول لتنبؤات مستقبليه، زي انا ما قلت جد. لما بنستخرج نتيجه ممكن عن طريق النتيجه دي ممكن اللي احنا نتنبا بالمستقبل ممكن يحصل ايه في المستقبل؟ لان والتنبؤ ده بيحتمل طبعا الـ الـ النجاح بنسب كبيره جدا ويحتمل الفشل برضه ايضا ببعض النسب، بس بيكون هناك تنبؤات مبنيه على اسس علميه فبتبقى محتمل احتمالات النجاح فيها بتبقى مرتفعه ممكن عن طريق اهداف البحث العلمي اللي احنا بنقدم افكار واقعيه قابله للتطبيق ممكن اطلع او استخرج من المشكله بتاعتي اللي هي بنقول بقى في الاخر التوصيات ممكن عن طريق التوصيات بعد ما توصل لحل المشكله اللي انا بحط توصيه معينه ممكن اي حد يتبناها بعد كده فكره معينه ممكن حد ياخد النتائج اللي انا توصلت لها ويكمل عليها وياخد النقطه البحثيه بعد ما توصلت فيها النتيجه ويقدر ان هو يكمل عليها ويبحث في نقطة بحثية أخرى مرتبطة بهذا المجال ويكمل معايا أو أنا ذات نفسي ممكن أكمل على النتيجة بتاعتي وببحث تاني واستخرج نتائج تانية جديدة نيجي بقى الموضوع مهم جدا اللي هو خصائص البحث العلمي الجيد انت عشان تعمل بحث علمي وانت كطالب دراسات عليا ازاي اتواصل اللي انا يبقى البحث بتاعي جيد والبحث بتاعي ممتاز والسوبرفايزر بتاعي اللي هم على البحث بتاعي يشكروا فيه ويقول انت فعلا عامل بحث جيد وعامل بحث ممتاز والفكره جيده وممتازه وممكن اللي احنا نقدر نشتغل فيها يعني ايه بحث علمي جيد ويعني ايه بحث علمي مش جيد مش كويس اول حاجه وضوح فكره البحث في ذهن الباحث دي مبدئيا ألف ب كده إن فكرة البحث اللي أنت عاوز تبحث فيها اللي انت عاوز تشتغل فيها وانها يعني لك فعلا مشكله وبتفكر فيها كتير لازم تكون الفكره واضحه في ذهنك وانت اللي انت وانت دايسها كويس جدا وتقدر اللي انا لما اسالك فيها تقدر اللي انت تجاوبني عنها باستفاضه وتقدر اللي انت باسلوب سهل مبسط تقدر اللي انت تقول لي ايه المشكله بالظبط عندك اللي بتقابلك في مجال تخصصك وان هذه الفكره لم يتناولها احد بالبحث قبل كده ما انا ما ينفعش اخد فكره قديمه حد بحث فيها قبل كده واقول انا جايب فكره جديده لا لازم تكون الفكره نبعه من الوضع, الوضع التطبيقي الخاص بيك ومن تخصصك وان فعلا هذه المشكله قابلتك في حياتك العمليه وقابلتك في مجال التخصص بتاعك واديه اللي انت فعلا شغوف عندك شغف لان يعني البحث البحث العلمي لازم يكون عنده شغف عندك شغف اللي انت محتاج تبحث في هذه المشكله ومحتاج اللي انت تتوصل لحل ليها بحيث اللي انت تنفيد يبقى انت منفيد دلوقتي اللي انت البحث بتاعك مميز والبحث بتاعك جيد وبحثت في نقطه بحثيه لم يبحث فيها اي باحث قبلك يبقى انت ذهنك صافي والفكره مستوفيه وواضحه جدا في ذهنك ممكن تتكلم فيها مع اي حد تاني حاجه دقه صياغه العنوان ان عنوان البحث بتاعك او الفكره بتاعتك يبقى مصاغ بطريقه علميه يعني ايه دقه صياغه العنوان بنقول هنا ان العنوان ده بيمثل نقطه البدايه ونقطه النهايه للعمل والمجال المسموح للباحث بالعمل فيه لابد أن يكون مصاغ جيدا وبدقة إزاي؟ أول حاجة الوضوح إن عنوان البحث بتاعي عشان يطلق عليه إن البحث بتاعي جيد لازم يكون العنوان واضح إن لما بص كده للعنوان وتيجي تقرأ لما تبص في أي مجلة من المجلات العلمية أو أي رسالة ماجستير أو دكتوراه، بص العنوان تلاقيه واضح، فيش فيه حاجات أنت مش فاهمها، إلا إذا كان مصطلح مثلا علمي معين، وهذا المصطلح موجود التعريف بتاعه بداخل البحث أو بداخل رسالة الماجستير والدكتوراه، غير هذا المصطلح اللي هو غيب عليك المفروض بيكون العنوان واضح جدا وقدرت اللي تفهم. تاني حاجة شمول أبعاد الموضوع، جميع الابعاد اللي انت هتدرسها في هذا الموضوع لازم تكون كلها يعني العنوان يشتمل عليها زي احنا ما بنقول ايه احنا عندنا متغيرات مستقله وعندنا متغيرات تابعه وبنقول ان المتغيرات المستقله دي بتؤثر في المتغير التابع ولا تتاثر به والمتغير التابع بيتأثر بالمتغير المستقل ولا يؤثر فيه. فالعنوان بتاعي لابد أن يشتمل على المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. ممكن يكون عندي متغير مستقل واحد، ممكن يكون عندي اتنين، ممكن يكون عندي متغير تابع واحد، ممكن اتنين، ممكن تلاتة. المهم أبعاد الموضوع كلها يشتمل عليها العنوان. الاختصار الغيم مخل. يعني العنوان يبقى في حدود معينه وفي طبعا شروط موجوده في العنوان هنتكلم فيها بعد كده عدد معين من الكلمات ما تقل ما يقلش عنه وما يزيدش عنه زي ما الكتب بتقوله زي علماء البحث العلمي ما بيقولوا فيعني ما, ما يبقاش العنوان مختصر قوي خمس ست كلمات بحيث ان في حاجات كتير ناقصه فيه وان المفروض انت تحط عنوان احسن من كده او تصير عنوان بطريقه احسن من كده ولا كبير قوي في حاجات زياده وفي حاجات ممكن انها لو اترفعت من العنوان لا تقلل من سياق العنوان ولا تقلل من قيمه العمل البحثي اللي انت هتشتغل عليه السلامه اللغويه لابد ان يكون العنوان واضح من الناحيه اللغويه ومكتوب كويس، وبحيث لو انت قريته هتلاقي الكلام بتاعه متناسق والكلام بتاعه يتسم ان هو كلام علمي ومصاغ بطريقه صحيحه. يوضح البعد الجغرافي والبعد الزمني لمجال البحث، يفضل ان العنوان يشتمل او موضح فيه البعد الجغرافي انت هتطبق الموضوع بتاعك ده ايه هتطبقه على انه بلد هتطبقه على انه مقاطعه هتطبقه على على انه منطقه البعد الجغرافي موجود على انه مجتمع معين من المجتمعات البعد الزمني هتطبقه امتى؟ هتطبقه السنه دي؟ السنه الجايه؟ حطبقه وفي السنه ذات نفسها او في العام حطبقه يعني في الفتره من من شهر سبتمبر مثلا لديسمبر او من المده الزمنيه. اي بحث علمي يعني لابد ان يكون له بدايه ولابد ان يكون له نهايه. يعني أنا لو بسجل مثلا موضوع بحث احنا عندنا في مصر لما بسجل موضوع بحث ماجستير بيقول لي انت البحث بتاعك ده لازم يخلص في خلال عام العام عندي 12 شهر يبقى له بدايه او اول العام وله نهايه في نهايه العام 12 شهر ده البعد الزمني بتاع البحث ذات آه آه نفسه طب السنه دي هعمل ايه؟ اه لا ده انا بقسمها بقى انا كباحث علمي ببتدي اقسم آه آه السنه بتاعتي دي آه بتوع آه طلبه آه اللي بيدرسوا كليات التجاره واساتذه كلي آه كليات التجاره عندهم بعض المخططات ففي مخطط منهم اسمه مخطط جانت مخطط جانت المخطط ده بيستخدموه في إضاية المشروعات اللي هم خاص بمادة اسمها إضاية المشروعات اللي هم كليات التجارة وكليات الهندسة يعني إضاية المشروعات والمخطط ده معناه إيه وانتوا لو بتدرسوا طبعا الماده المشروعات والحاجات دي اكيد انتوا فاهمين كلامي إن المشروع معين لو أنت جيت تعمل مشروع معين بيبقى له بداية وله نهاية، الانتهاء منها، إن أنت لو بدأت في المشروع لازم تنتهي منه في خلال عام أو في خلال عامين، دي فترة اللي هي نهاية المشروع. طال منك بقى المشروع يعني بتستسمح إن هو يمدوا شهر أو شهرين زيادة، خلصته قبل الميعاد يبقى كويس جدا، واللي أنت خلصته قبل الميعاد. فالمخطط اللي, اللي اسمه جانت ده أنا استخدمته في عملت بحث علمي فيه وقلت ان رساله الماجستير بتاعتي او رساله الدكتوراه هي عباره عن المشروع بتاعي، يعني انا داخل اسجل رساله الماجستير ده مشروعي، فانا اعتبرته ان المشروع ده له بدايه ونهايه، وفعلا رساله الماجستير بيبقى ليها بدايه زمنيه ولها نهايه زمنيه. وببتدي زي ما قلت لكم اقسم السنه دي المخطط بتاعي ده ان الشهر الاولاني هعمل فيه مثلا في البحث هكتب فيه كذا الشهر الثاني الثالث الثلاث شهور في النص مثلا هعمل فيهم التجربه بتاعتي وبعد كده هعمل الاحصاءات هناقش الاحصاء بتاعتي وبعد كده هخلي مثلا شهر في النهايه ان المشرف بتاعي بيراجع البحث بتاعي ويشوفه خالي من اي اخطاء وبعد كده بنتهي من البحث واستنى فترة أو الموعد المناقشة إذا ده المخطط بتاعي وأعمل له رسم توضيحي مخطط جانب ده وإن هو مقسم لأجزاء معينة على مضاي الفترة الزمنية فإذا هو النقط معلش اللي أنا بتكلم فيها دي والبحث العلمي مترابط كله مع بعضه فبتلاقوني باخد نقطة معينة بتفتح لي مجالات لنقط أخرى في البحث العلمي فأنا بتكلم فيها وبوضحها بحيث تقدر توضح لي النقطه اساسا اللي انا الاساسيه اللي هي البعد الجغرافي والبعد الزمني. النقطه الاخيره اللي هي الفئه المستهدفه من ايضا من خصائص البحث العلمي الجيد انك تحدد الفئه المستهدفه ان البحث بتاعك ده انت هتطبقه على اي فئه هل فئه طلاب هل فئه عمال هل فئه اطباء هل فئه مهندسين هل فئه موظفين الفئه المستهدفه اللي مقصود بيها البحث العلمي تكون واضحه النقطه اللي بعديها ثالثا تحديد حدود البحث ومجالاته يعني الحدود الجغرافية زي ما قلنا مهم جداً إن تبقى محدد الحدود الجغرافية للبحث زي ما قلت مجتمع البحث بتاعك مجتمع البحث بتاعك محدده كويس جداً وهناك فرق في البحث العلمي ويمكن تيجي في المحاضرات القادمة وباقي اللقاءات ان هناك فرق بين مجتمع البحث وبين عينه البحث. وان عينه البحث لابد ان تكون ممثله تمثيل دقيق لمجتمع البحث، ليه؟ على اساس اقدر بعد كده النتائج بتاعتي اقدر اللي انا اعممها على مجتمع البحث بتاعي على ازاي؟ يعني الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور يعني ممكن تدينا مثال عليه. سهلة جدا يعني لما أجي أقول مثلا على سبيل المثال إن في واحد شاكك إن هو عنده سكر طيب عشان شاكك إن هو عنده سكر الطبيب قال له إيه؟ قال له طب إحنا عاوزين نعمل تعمل لنا تحليل دم تاخد تحليل دم طيب إحنا عندنا كام لتر دم في جسمنا؟ يعني بيتراوح من 5 لتر ل 6 لتر الانسان الطبيعي عنده من 5 ل 6 لترات دم في الجسم. طب هل انا اصفي دمك كله؟ واخد ال 5 اللي عندك واسيبك بدون دم عشان اعمل لك تحليل سكر؟ ده هيموت مني. طب الحل ايه؟ الحل اللي انا باخد نقطه. النقطه دي اللي هي بنقول عليها العينه شكه دي الاجهزه بتاعه تحليل السكر اللي هي الحديثه دي عباره عن شكه واحده دبوس بتحط نقطه دم بيظهر القراءه على الشاشه المعدل التراكمي او معدل السكر عندك واللي هو بيوضح بيبقى دلاله على وجود هل عندك سكر في الدم ولا ما عندكش سكر في الدم اذا لو انا مثلت دلوقتي مجتمع البحث بتاعي باللي هو كمية الدم اللي موجودة في جسمي اللي هو الخمسة ستة لتر وإن عينة البحث بمثلها بنقطة الدم دي النتيجة اللي طلعت من العينة عممتها على مجتمع البحث اللي هو الخمسة لتر دم أو كمية الدم الموجودة عندي يبقى لما تكون العينة ممثلة للمجتمع بقدر لنا النتيجة اللي طلعت من العينة دي بقدر اللي أعممها على المجتمع يعني أنت سعادتك لو أنت عملت بحث على مثلا محافظة من المحافظات أو دولة من الدول وخدت عينة ممثلة لهذه الدولة النتيجة تقدر تعممها على الدولة دي ما تقدرش تعممها على دولة تانية او على محافظه ثانيه لان انا المجتمع بتاعي المحافظه دي او الدوله دي او اي مجتمعات اصغر من الدوله على سبيل المثال ده الفرق بين العينه والمجتمع يبقى تعيين اللي هو الحدود الزمنيه الحدود الجغرافيه والفئه المستهدفه اللي انت بتستهدفها تعيين حدود موضوع البحث اللي هو عناصر الموضوع التي سيطال البحث فيها وبتبتعد عن عموميه الموضوع لتلجا الى التخصيص بتخصص بالضبط ان المشكله اللي انت هتبحث فيها تبقى مخصصه ومحدده ودقيقه من خصائص البحث العلمي الجيد ايضا قدره الباحث وكفاءته هل لو انا باحث ما عنديش كفاءه بحثيه هل اقدر اعمل بحث علمي لا طبعا مش هقدر اعمل بحث علمي لابد ان تكون انت زي ما قلت شغوف بالبحث العلمي لابد ان يكون عندك اطلاعات في مجال التخصص بتاعك يكون عندك كفاءه علميه كفاءه بحثيه وفعلا انت عاوز تعمل هذا البحث المشكله عاوز تعملها. وليس للدراسه فقط وليس للدراسه فقط انا عاوزك تحب البحث العلمي تحبه اه انا بستخدم البحث العلمي في الدراسه بتاعتي وبستخدمه اللي انا عاوز احصل على درجه الماجستير وعاوز احصل على الدكتوراه ولكن اعتبر البحث العلمي منهج حياه يعني اخواتي الطلبه واخواتي الطلبات انا آآ يعني آآ نصيحتي لكم اللي انت البحث العلمي ده تخليه منهج حياه تستخدمه في حياتك الشخصيه وتستخدمه في حياتك العامه وتقدر اللي انت باستخدام اسلوب العلمي المنظم بحيث يبقى انت تفكيرك علمي منظم تقدر اللي انت تحلل الوقائع تقدر اللي انت تلاحظ أشياء معينة، يعني على سبيل المثال لما تلاقي عندك مثلا في البيت اللمبة ما بتولعش. في لمبة ما بتولعش في البيت أو نجفة ما بتولعش، كشاف ما بيولعش. يعني على طول كده ممكن تقول إن الكشاف أو اللمبة دي محروقة؟ طب ما ممكن تكون مش محروقة. انت ممكن تاخد بالاسباب الاول وتستخدم البحث العلمي في الاول ممكن يكون العيب من الكوبس ذات نفسه من الفيشه ممكن يكون العيب من اللمبه ممكن يكون العيب من السلك ذات نفسه السلك باظ اللي هو يابط اللمبه وموجود داخل الحيطه اسباب كتيره جدا ممكن انها تؤدي ان اللمبه دي ما بتقتش لما تستخدم بقى تشوف سبب سبب وتبحث فيه وتكتشف ان هو السبب ده نفيت خلاص نفيته ان هو سليم لغايه ما بتوصل للسبب الرئيسي ان اللمبه دي ما بتقتش تلعب في الاخر ان العيب منها او العيب من الكوبس او العيب من السلوك او العيب من ال... القهيضة بوجه عامل اللي داخله للشقه قطعت كلها حاجه مش داخل الشقه كلها فلما تستخدم الاساليب العلميه في اي مشكله تقابلك في حياتك الشخصيه او في حياتك العامه بتقدر ان انت توصل الى نتائج منطقيه وحقيقيه يبقى كودية الباحث وكفاءته اتكلمنا فيها توفر الوقت الكافي للبحث، توفر الوقت الكافي للبحث اللي انت تكون فعلا محدد وقت معين اللي انت تعمل فيه هذا البحث او تنتهي من هذا البحث فيه سواء شهر سواء شهرين سواء عام تحدد فتره معينه ووقت معين بتقدر اللي انت بتنتهي منه من هذا البحث ما يعني الوقت عندك مفتوح ما تقدرش اللي انت ايه تسيبه كده بدون اللي انت يبقى الوقت ده محدد وكافي النقطة سادسا اللي هو توفر الوسائل والبرامج والأجهزة الوسائل والبرامج والأجهزة اللي انت هتستخدمها في البحث بتاعك ما ينفعش انا هستخدم بحث معين وفي وسيله من الوسائل اللي انا هستخدمها في هذا البحث مش موجوده في جهاز معين انا هستخدمه في البحث بتاعي مش موجود احنا زي ما بنقول او طلبه كليات التجاره وطلبه كليات الهندسه بيعملوا دراسه جدوى لاي مشروع بيخشوا فيه يعني بينفذوه حاجه اسمها دراسه جدوى طبعا الكلام انتوا اللي انا بقوله انتوا عارفينه كويس جدا دراسه الجدوى يعني بتشوف كل حاجه محتاجها هذا المشروع او كل حاجه محتاجها هذا البحث هل متوفره ولا لا يعني آه آه انا احكي لكم قصه كده بسيطه كنت انا لما كنت ماسك آه عميد الكليه آه آه ان في باحث سجل في موضوع حقيقه هياخد فيه قياسات فسيولوجيه سجل خلاص الموضوع وجي القياسات الفسيولوجيه دي هيطبقها مثلا على 20 واحد 20 لاعب نزل معمل خاص بالتحاليل وقال لهم يا دكتور القياسات دي هتكلفني كام لقى مبلغ ضخم مبلغ ضخم ده لو انا لو خد قياسات ل واحد اللي هي العينه بتاعتي او 30 واحد هتعمل له مبلغ كبير طبعا. هو يعني فوق امكانياته. طيب طب انت قبل ما تسجل يعني قبل ما تسجل هذا البحث ما عملتش ليه دراسه الجدوى بتاعتك ونزلت شفت لو انا عملت البحث العلمي ده هيكلفني قد ايه؟ هل مناسب لامكانياتي ولا لا؟ هل الأجهزة اللي أنا هستخدمها في هذا البحث متواجدة ولا مش متواجدة؟ هل المراجع موجودة اللي أنا هكتب منها الجزء النظري بتاع البحث بتاعي هل متوفرة ولا لأ؟ وهل موجودة ولا لأ؟ البحث ده مناسب لامكانياتي ولا لا؟ هل البحث ده فعلا مشكله حقيقيه ممكن عن طريقها اللي انا اتوصل لحل وتبقى انها مفيده في مجال تخصصي كل ده دراسه الجدوى الخاصه بالموضوع البحثي قبل ما تخش فيه وتقول انا عاوز اسجل هذا الموضوع لازم تعمل هذه الدراسه اذا توفر الوسائل والبرامج والاجهزه المعينه اللي انت هتعينك اللي انت تادي البحث بتاعك من خصائص البحث العلمي الجيد أيضا استخدام أدوات بحث صادقة وشاملة وثابتة. يعني الأداة اللي أنا هستخدمها في البحث في البحث بتاعي يتوفر فيها زي ما بنقول كده بتوع الإحصاء المعاملات العلمية، يعني تكون الأداة دي صادقة وتكون بتتسم بالثبات وتكون شاملة بنقول كده في البحث العلمي إنها لابد أن يتوفر فيها المعاملات العلمية الصدق والثبات والموضوعية ولو مش موجود هذه المعاملات العلمية بعمل أنا المعاملات العلمية لهذه الأداة واجب لها الصدق بتاعها واجب لها الثبات بتاعها واجب لها الموضوعية بتاعتها عن طريق طبعا الإحصاء استخدام الإحصائيات الصحيحة الدقيقة أيضا من خصائص البحث العلمي الجيد انك تستخدم الاحصاء المناسبه اللي تقدر انها تطلع لك النتائج اللي انت عاوزها تقدر ان انت تقدر الاحصاء دي انها تتاكد من صحه الفيود اللي انت حاططها لان الفيود او الفايد العلمي ما هو الا تخمين ذكي ويمكن هنتكلم على موضوع الفروض العلميه دي بعد كده في البحث العلمي الفايده العلمي ده تخمين ذكي انت بتحط فايده علمي يعني بتعمل تخمين طيب التخمين ده بتجيبه منين؟ بتجيبه من خلفياتك النظريه، بتجيبه من خلفياتك البحثيه، بتجيبه من قراءاتك في مجال تخصصك، بتجيبه من الدراسات المرجعيه السابقه والمشابهه والمرتبطه اللي اتعملت قبل كده في مجال تخصصك، واذا كانت اتعملت في نقطه بحثيه قريبه من نقطه اللي انت هتشتغل فيها بتجيبه من قراءاتك واطلاعاتك في مجال الابحاث الاجنبيه الموجوده في شبكه المعلومات الدوليه اذا الفيود دي تخمين ذكي بيرجع لقراءاتك ودراساتك ومرجعيتك العلميه. النقطه اللي بعد كده الامانه العلميه ودي نحط تحتها عشر خطوط اللي احنا بنفترض ان الباحث العلمي لابد أن يتوفر في الأمانة والصدق الأمانة والصدق نقطتين الأمانة والصدق هعيد أنا ال الكلمتين دول يعني كل شوية هعودهم إن البحث العلمي لابد أن يكون عنده أمين وصادق لو أنا حاسس إن أنا غير أمين وغير صادق ما اعملش بحث علمي لأن لا أقبل البيانات المفبركة ولا اقبل ان يكون بحث علمي مسروق، ولا اقبل ان يكون بحث علمي متاخد او ماخوذ من ابحاث اخرى مش م... بتاعه مجهود ناس تانية بتوع... بتاع اشخاص اخرين. الامانه والصدق دول من الصفات الهامه في الباحث الجيد وفي البحث الجيد. طيب يعني ايه الامانه العلميه؟ يعني اتباع منهجيه صحيحه في البحث. منهجية صحيحة في البحث، بمعنى ايه؟ ان البحث خطواته كلها من A to Z دي منهجية البحث العلمي دي هي المنهجية يعني عندي الفصل الاولاني الفصل الثاني الثالث اجراءات البحث المنهج اللي انا استخدمته في البحث المجتمع بتاعي الاداه اللي انا استخدمتها العينه المعالجات الاحصائيه معموله بطريقه سليمه مناقشة النتائج التوصيه كل دي الضبط التجريبي بتاعي كل دي المنهجيه البحثيه لابد ان تكون صحيحه وعلميه وموضوعيه الصدق والدقة في جمع المعلومات مهمة جداً، إن من خصائص البحث العلمي الجيد أن يكون هناك صدق ودقة في البيانات، بيانات بتاخدها بنفسك بتجمعها بنفسك، ما ما تسيبش حد يجمعها لك ويقول لك البيانات اهي ما تكلفش على اي حد بيها لابد ان تكون كل جزئيه وكل نقطه في البحث تحت اشرافك انت وبايدك انت. الدقه مطلوبه في البحث العلمي عشان اقدر ان انا اطلع نتائج دقيقه. لو ما كنتش دقيق في الاول مش حابه دقيق في النهايه والنتائج مش هتبقى دقيقه وغير موضوعيه. جمع المعلومات من الفئات المستهدفه وليس غيرها ما ما فئه معينه في البحث دي الفئه المستهدفه بتاعتي او اللي انا هعمل عليها البحث العلمي بتاعي واجمع من فئه تانية خالص واقول ما حدش واخد باله ما حدش شايف لا ربنا موجود ربنا مطلعه وموجود لا يبقى الفئه المستهدفه اللي انت محددها عشان تجمع منها المعلومات هي نفس الفئه اللي انت كاتبها ومحددها توثيق المعلومات ده مهم جدا انك توثق اي نقطه أو اي معلومه موجوده في البحث لابد ان تكون موثقه لو جبت فقره معينه من ايهاب مثلا انا ايهاب لو جبت فقره معينه من ايهاب تقول انا جايبها من ايهاب لو جايبها من محمد تقول انا جايبها من محمد ما ينفعش تاخد معلومات بتاعه شخص وتنسبها ليك دي هذه سرقة علمية التوثيق المعلومات ده موضوع كبير جدا في البحث العلمي لان هناك توثيق في متن البحث وهناك توثيق في قائمه المراجع وهناك توثيق في اسفل البحث وهناك توثيق بنظام الاي بي اللي هو جمعيه علم النفس الامريكيه وهناك طرق اخرى للتوثيق ده وهناك توثيق اخر بيتم لشبكه المعلومات الدوليه ما بكتفيش ان انا اكتب اللينك اللي انا جايبه جايب من المعلومات لان ممكن بيتغير بعد كده ممكن بيتشال ويتحط فيه حاجات ثانيه لابد ان يكون هناك توثيق دقيق سواء كان لكتاب توثيق سواء كان لمجله توثيق لموقع على الانترنت اذا كان هذا الكتاب عربي اذا كان اجنبي توثيق اذا كان مؤلف واحد توثيق اذا كان اثنين مؤلفين توثيق اذا كان اكثر من اثنين مؤلفين موضوع كبير جدا موضوع التوثيق الخاص بالمراجع طيب عدم تغيير سنه تاليف المرجع من الامانه العلميه ومن خصائص البحث العلمي الجيد ما ينفعش انا جايب معلومه من مرجع سنه 1990 واجي اكتبها سنه 1999 ما ينفعش انت المرجع ده او المعلومه دي سنه المرجع 90 يبقى بكتب 90، سنه 2020 يبقى بكتب 2020، نفس السنه، مش عشان مثلا ابين قصاد السوبرفايزر بتاعي ان انا جايب المراجع بتاعتي حديثه او اقوم اغير في سنه المرجع غير ما تبقاش امين علميا، ما يبقاش البحث علمي جيد. لا هو طبعا يفضل ان كل ما المراجع بتكون حديثه كل ما المراجع بتكون حديثة واتكلمت في النقطة البحثية اللي انت بتشتغل فيها كل ما يكون أحسن جدا امتى بحط امتى بحط مرجع قديم شويه لو هو امهات الكتب او امهات المراجع ما حدش يتكلم في النقطه دي غير المرجع ده اللي هو من 50 سنه او من 60 سنه ما حدش يتكلم فيه تاني فطالما ما حدش يتكلم فيه تاني يبقى انا بحط وده من أمهات الكتب أو أمهات المراجع بحط هذه بحط هذا المرجع بغض النظر إذا كان حديث أو قديم إنما لو كان هناك مراجع أخرى حديثة اتكلمت في هذه النقطة البحثية يبقى يفضل طبعا المراجع الحديثة عدم تغيير اسم المؤلف اتكلمنا فيه، عدم اهمال التوثيق احنا قلنا مهم جدا التوثيق واللي احنا ما نهملوش لان ده من اساسيات البحث العلمي ان يكون هذا البحث موثق. الدقه والصدق في كتابه النتائج وده مهم ايضا جدا من الامانه العلميه ان بعض الباحثين بيغفلوا هذه النقطه. وبيبقى عندهم ودول للاسف مش هقول انهم هقول انهم قليلين نسبه قليله من بعض الباحثين بيغيروا في نتيجه البحث العلمي وفي نتيجة وفي النتائج طبقا لهواهم الشخصي كون اللي انا احط فرض معين هذا الفرض اللي انا خمنته في البحث بتاعي يعني النتائج البحث ممكن انها تحقق هذا الفرض وممكن انها تنفي هذا الفرض. هذا لا يقلل لو نفيته هذا لا يقلل من قيمه البحث العلمي ولكنك استخرجت نتيجه معينه انت من الواجب انك تحللها وتفسرها ليه الفرد العلمي بتاعك اللي انت حطيته ما تحققش بعد ما طبقت البحث بتاعك. وطلعت النتائج بتاعته ليه ان هو ما تحققش من واجب عليك بقى انت كباحث علمي ان انت تحلل هذه النتائج وتحط لها تفسيات معينه وتشوف الدراسات المرجعيه السابقه وتشوف المراجع انها اللي هي كلمت في هذا الموضوع وهل هي بتؤيدك ولا هل هي بتعارضك يبقى الدقه والصدق في كتابك في كتابه النتائج ده من مهم جدا من خصائص البحث العلمي الجيد. النقطه رقم 10 الاستناد لخلفيه علميه سابقه كافيه تتعلق بموضوع البحث. لابد ان يكون هناك عندك خلفيه زي ما قلنا في اول المحاضره ان يكون عندك خلفيه علميه في موضوع او في النقطه البحثيه اللي انت هتبحثها. او اللي انت هتسجل فيها موضوع الماجستير الخاص بيك او موضوع الدكتوراه ما ينفعش ما يكونش عندك فكره عنه خالص لابد ان يكون هناك عندك فكره وفكره متعمقه عن النقطه البحثيه اللي انت هتسجل فيها وملمها من جميع النواحي يعني عندك قراءات فيها من جميع النواحي بحيث يبقى واقف على ايد صلبه زي ما بنقول كده وعندك خلفيه علميه قويه في هذه النقطه النقطه ال 11 اللي هي صياغه البحث بحث كيف يمكن ان نصيغ بحث موضوع مهم جدا ومن خصائص البحث العلمي الجيد كيف يمكن ان نصيغ بحث ده موضوع حلقه لوحده كبير جدا باسلوب واضح لازم ان تكون لغه البحث اسلوبها واضح يعني انا لما اقرا البحث بتاعك اشوف ان الاسلوب بتاعه واضح وما اي اخطاء لغويه او ما اي اخطاء نحويه وان وان, وإن هو مكتوب بلغه واضحه وسليمه وموضحة واضحه وسليمه ومترابطه الفقرات مع بعضها البعض استخدام مصطلحات علميه انك تستخدم مصطلح علمي سليم، البحث بتاعك في بعض المصطلحات الموجودة اللي لها تعايفات في المراجع وبعض العلماء قاموا بتعيفها بتبتدي انت تكتبها لو هناك مصطلح يعني ما كتبش قبل كده انت هتستخدمه في البحث بتاعك او مفهوم عاوز توضحه لل للي هم هذا البحث بتاعك او المهتمين في مجال التخصص بتقدر اللي انت تحط له تعريف بنسميه تعريف اجرائي. تعريف اجرائي يعني انت التعريف ده بتحطه نتيجه لمفهومك انت واللي انت عاوز تعمله او تتوصل له في هذا البحث ويبقى هذا التعريف باسمك انت. التسلسل والترابط بين اجزاء البحث زي ما قلنا ان اجزاء البحث كلها تكون مترابطه مع بعضها البعض مش انا بتكلم فقره عن حاجه واجي في الفقره الثانيه انقل حاجه ثانيه خالص يبقى كل الفقرات كلها متصله ومترابطه مع بعض النقطه الاخيره اللي هي امكانيه تنفيذ البحث امكانيه تنفيذ البحث يعني سهل انك تنفذه زي ما قلنا لو عملنا لو عملنا دراسه جدوى هتقدر وحطيت ايدك على كل النقط اللي هي ممكنه اللي موجوده في البحث بتاعك الوسائل والاساليب والاجهزه والاجزاء النظريه والعينه الخاصه اللي حط كل كل النقاط اللي هي يشتمل عليها البحث بتاعك سليمه وموجوده يبقى اذا هناك في امكانيه ان انا انفذ هذا البحث. خطوات الطريقه العلميه في البحث العلمي. ايه هي خطوات الطريقه العلميه في البحث؟ اول حاجه الشعور بالمشكله. اول حاجه في البحث العلمي انك تشعر ان في مشكله معينه. هذه المشكله انت مش لاقي لها حل يبقى في المجال مجال تخصصك اللي انت اكتر واحد فاهمه او احسن واحد فاهمه وشغال فيه وشغال في الجزء التطبيقي فيه في التخصص بتاعك قابلتك مشكله معينه انت شعرت بيها ومش لاقي لها حل وبالتالي بعد ما شعرت بالمشكله بدات تحط ايدك عليها وبدات تحل إن المشكلة دي فعلا موجودة وأنا مش لاقي حل لهذه المشكلة وإن مفيش فيش أي حد من الباحثين اللي قبلية في مجال تخصصي تطرق لهذه هذه المشكلة والمشكلة دي يعني لغاية وقتنا هذا ملحاش حل أو محدش تطرق لها بالبحث العلمي يبقى أول حاجة أنت شعرت بالمشكلة طب هل ممكن أنا شغال في المجال التطبيقي في التخصص بتاعي ولقيت في مشاكل فيه فعلا وبحثت لقيت ما حدش تطيق بالبحث. طب لو واحد مش شغال في المجال التطبيقي في التخصص بتاعه بيقول انا طب انا مش مش لاقي مشاكل طب انا هعمل مشكله ازاي او اللي انا هسجل البحث بتاعي ازاي؟ مفيش مشكله قصادي دلوقتي لا يبتدي يبقى في قراءات معينه. ان هو عشان يقدر ان هو يلاقي مشكله يبقى في قراءات كتير في مجال التخصص بتاعه وفي البحوث السابقه وفي في البحوث الاجنبيه اللي اتعملت باللغه الانجليزيه في خارج البلد بتاعتي ويبتدا لما يبقى عنده قراءات كتير جدا واطلاعات في مجال التخصص الدقيق بتاعه هتبتدي من هنا تبرز له مشكله من المشاكل وبعد ما يلاقي فيه مشكلة استهوته وعاوز يبحث فيها ويلاقي لها حل معين فيبتدي اول يشوف الاول هل تم بحثها قبل كده المجهز يكون تم بحثها قبل كده بيبتدي يعمل سيرش بقى هل في باحثين قبل كده اشتغلوا على المشكله دي وعملوا لها بحث علمي ولا ما فيش لو في خلاص يبقى خلاص يبقى انا ازاي هبحث في مشكله تم بحثها قبل كده واستخراج نتائج منها فببتدي اشوف مشكله ثانيه يبقى انت بتشعر بالمشكله بتحدد المشكله بعد كده بتجمع المعلومات والبيانات عن هذه المشكله بتبتدي بقى تجمع الداتا بتاعتك وتبتدي تشوف الاجزاء النظريه موجوده ولا لا الخاصه بالمشكله دي وتشوف البيانات والمعلومات اللي انت ممكن تجمعها عنها بحيث يبقى ايدك كم آه تحت كم من البيانات والمعلومات ملم بيها عن هذه المشكله. بعد كده بقى بنقول بنفترض الفيود اللي اتكلمنا فيها بتاعتي اللي هي التخمينات بتاعتي بنختبي بقى صحة الفيوض دي عن طريق نتائج البحث وعن طريق المعالجات الإحصائية السليمة والدقيقة التي من الممكن استخدامها عشان تقدر إنها تثبت لي صحة هذه الفيوض وعلى فكرة المعالج الإحصائي اللي بيعمل الإحصاء لابد أن يكون ملم جدا بالبحث العلمي وملم جدا في الإحصاء لانه ممكن تكون هناك معالجه احصائيه او اختبار معين زي مثلا تي تيست اختبار تي ممكن ان هو في انواع كتيره جدا من اختبار تي طب امتى استخدم الاختبار ده وامتى استخدم الاختبار تي بالطريقه الفلانيه لعينتين متكافئتين او لعينه واحده قياسات قبليه وقياسات بعديه امتى الحاجات دي كلها ممكن استخدمها دي بترجع للنظره العلميه والبحث بيقول ايه ويقدر يفهمها المعالج الاحصائي لان البرامج الاحصائيه كلها زي اس بي اس اس والميني تاب كلها الموجوده على الكمبيوتر دي عباره لو انت دخلت لها عملت مدخلات انبوت هتطلع لك بوت بس لابد ان يكون الانبوت صحيحا اساسا يعني انت مدخل بيانات صحيحه عشان يطلع لك مخرجات صحيحه لو انت دخلت مدخلات غلط هيطلع لك مخرجات غلط، لو دخلت مدخلات صحيحه هيطلع لك مخرجات صحيحه. يبقى بعمل اختبار صحه للفيوت دي بختار الفائد الصحيح ونقدر وبعد كده للوصول للنتائج وحل المشكله. زي ما قلنا يمكن بنقوله بطريقه ثانيه الخطوات العلميه الصحيحه في البحث اللي هو يجب أن تنبع المشكلة من شعور الباحث بوجود صعوبة معينة بتسبب له القلق والحيرة أنت دلوقتي لقيت في مشكلة عاملة لك صعوبة معينة في مجال شغلك ومش لقيت لها حل وعاوز اللي أنت تبحث فيها هذا الشعور بالمشكلة عامل لك إحساس بالغموض ومحتاج تفسير عشان كده ده بيحسني او بيدفعني لمزيد من المعرفه اللي انا اشتغل في الموضوع ده عشان استخرج منه النتائج واتوصل لحل المشكله. الباحث بعد ما بيحدد مشكله بتاعته بدقه وغالبا ما تكون في شكل سؤال. ناخد بالنا من الموضوع ده ان هو في لما باجي اكتب مشكله او باجي أصير مشكله بتبقى في النهايه بتاعتها شو سؤال على شكل سؤال طيب السؤال ده له لو اجابه ما لو له اجابه ما يبقاش في مشكله لا امتى اجاوب على السؤال ده في نهايه البحث لما بطبق البحث وبستخرج النتائج منه النتائج اللي طلعت لي دي هي اللي بتجاوب لي على السؤال اللي انا حطيته عشان كده بنقول بنصيغ المشكله في نهايتها على شكل سؤال اجابه السؤال ده في نهايه البحث بعد ما نستخرج النتائج ان شاء الله الشكل ده يمكن بيوضح لي اللي انا قلته في حاجات بسيطه جدا او في شكل يعني ظريف ان المشكله بتاعتي بتبدا من خطوات المنهج البحث العلمي اول حاجه عندي سؤال بطرح سؤال بعد ما اطرح سؤال او المشكله بتاعتي اللي انا مش لها حل ببتدي اصمم بقى البحث بتاعي بعمل تصميم للبحث بتاعي ببتدي اجمع البيانات بتاعتي بعد ما بجمع البيانات بنوصل في النهايه لتحليل النتائج يبقى في الأول اللي أنا بختار البحث بتاعي أو موضوع البحث بتاعي بصيغ المشكلة بتاعتي بعد ما اختار الموضوع بصير المشكلة كويس جدا وبعدين بختمها بسؤال بتبقى على هيئة سؤال اتكلمنا اللي إحنا بيكون عندنا خلفية علمية قوية جدا عن مجال التخصص بتاعي وعن مجال المشكلة اللي أنا هبحثها ببتدي بعد كده احط فروض البحث بتاعي او الفيضيات البحثيه بتاعتي اللي انا هتحقق منها بعد نهايه البحث ان شاء الله وبعد ما استخرج النتائج ببتدي اعمل تخطيط لمشروع البحث بتاعي بتاعي زي ما قلت سابقا في الاول ببتدي احط بيبقى له بدايه وله نهايه وبتدي المده الزمنيه اللي انا هشتغل فيها البحث بتاعي بقسمها لفترات معينه وكل فتره بنتهي منها في جزء معين وكل فتره بنتهي منها الفتره اللي بعديها بتكملها ببتدي اعمل التجربه بتاعتي التجربه البحثيه بتاعتي وبعد كده بسجل البيانات اللي طلعت لي والنتائج وإذا كان البحث محتاج أعمل رسومات بيانية ورسومات توضيحية لأن لما بنتكلم في الإحصاء ونقول طرق عرض البيانات او أعرض ايد النتائج بتاعتي يا اما في عندي طريقه جدوليه او طريقه رسومات بيانيه ممكن عن طريق الجداول اكتفي بيها بس واحط فيها مخرجات البحث بتاعتي والنتائج بتاعتي وممكن بجانب الجداول احط اشكال بيانيه احط امثل النتائج بتاعتي باشكال بيانيه سواء اعمده بيانيه او خلافه وتكون ممثله تمثيل جيد للنتيجه بحيث انا لما ابص للشكل البياني اجي ممكن ان هو اقضي اللي انا افهم منه هو بيقول ايه الشكل بالظبط. وفي الاخر خالص بيبقى عندي نتيجه البحث والتاكد من صحه الفروض اللي انا وضعتها في الاخر وببتدي احط التوصيات بتاعتي. طبعا كل نقطه من اللي انا اتكلمت فيها دي قبل كده دي محتاجة حلقة لوحديها ومحتاجة كلام كبير جدا وتعمق كبير جدا بس أنا بحاول أوصل لك الفكرة العامة باختصار إيه هو البحث العلمي إيه هو بحث علمي إيه هو التصميم البحث العلمي بيبتدي إزاي والخطوات بتاعته إزاي نما كلام في البحث العلمي لا ينتهي الموضوع ده الموضوع الثاني ده صفات الباحث الجيد ده موضوع مهم جدا كمقدمه للدوره بتاعتنا ايضا مع البحث العلمي طالما تكلمنا عن البحث العلمي الجيد وخطوات البحث العلمي لابد ان نتعرض لصفات الباحث الجيد ايه هو البحث الجيد ايه الصفات التي لابد ان تتوفر في الباحث العلمي الجيد هناك مجموعة من الصفات اللازم توافرها في الباحث الجيد الصفات دي إيه؟ أول حاجة الرغبة الجادة والصادقة في البحث أنا لو ما عنديش فعلا شغف وما عنديش تصميم ما عنديش هدف معين اللي أنا عاوز فيه مشكلة معينة وعاوز أتوصل لحل هذه المشكلة وعندي تصميم وعندي جدية باحث العلمي بيتميز بالجدية يعني انا مش داخل يعني اضيع وقت مش داخل اعمل بحث علمي اضيع فيه وقت لا ده انا داخل عندي السي وعندي جديه ان انا احصل مثلا على رساله الماجستير او احصل على رساله الدكتوراه في موضوع معين في مشكله معينه للتوصل لحلول معينه لهذه المشكله البحث العلمي ده أو رسالة الماجستير والدكتوراه يعني زي ما بقول كده ممكن تعتبرها زي ابنك يعني هيبقى عليها اسمك يعني أنا لو احتجت معلومة بعد كده هاخدها منك هتبقى باسمك هقول مثلا ده البحث بتاع مثلا محمد يبقى انا اخذت المعلومات دي من بحث محمد اللي هو كان بيحل مشكله معينه او كان موضوع البحث بتاعي البحث بتاعه في عنوانه كذا واستخرج نتائج معينه، النتائج دي ممكن استفيد منها في البحث بتاعي وتبقى باسمك انت، فالموضوع مهم جدا الحقيقه ويبقى في جديه ورغبه صادقه في البحث. الصبر والعزم على استمرار البحث وتحمل المصاعب ما فيش حاجه سهله ما حاجه سهله في ممكن صعوبات تقابلني في البحث العلمي اه وايد ومعرض انه يكون هناك صعوبات موجوده في البحث العلمي اثناء التطبيق آه. هذه الصعوبات لابد ان يكون عندي قوه وإرادة وتصميم اللي أنا أقدر أتغلب عليها، أشوف مين اللي في إيديه حل هذه المشكلة وأوصل له وأكتب له وعشان و... 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 يساعدني في حل هذه المشكلة، ما سبش الموضوع إلا لما أحل المشكلة اللي هي وقفت قصادي أو الصعوبات التي وقفت قصادي بحيث إن أنا أتوصل لحلها وأكمل البحث بتاعي نتخلص من الإحباط. البحث العلمي مش عاوز احباط مش عاوز هزيمه لا عاوز جديه عاوز اصرار عاوز تبانتا عاوز اعمل حاجه عاوز اعمل حاجه مش اي مشكله تسبب لي احباط وما كملش لا يا عم، انا مش هكمل البحث ده 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 كله مشاكل في اول العلمي لازم يكون عنده جديه وسيوي داخل ليه تعمل بحث علمي في الاول لو انت كده انهزمت لا نعرف الهزيمه، الباحث العلمي لا يعرف الهزيمه، لا لا يعرف اليأس، لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. وضوح التفكير وصفاء الذهن حتى يتمكن الباحث من جمع الحقائق بدقه، ما يكونش عندك مشاكل وانت بتعمل بحث علمي. خلص الاول مشكله، بتاعتك سواء مشكله مثلا في مجال عملك في مجال المنزل في مجال اي مجال من المجالات خلص المشكله وبعدين تبقى ذهنك صافي للبحث العلمي عشان تقدر اللي انت بعد تعمل بحث علمي جيد وتقدر اللي انت تستخرج بالنتائج وتقدر اللي انت تحلل النتائج لابد ان يكون يتمتع ذهنك بالصفاء لما عاوز توصل لمعلومه جديده عاوز تقرا عاوز تطلع <applause> عاوز تكتب داتا عاوز تحلل لابد ان تكون صافي الذهن وتفكية منظم وتفكير علمي آه، تقصي الحقائق وجعل بيانات صدق وامانه قلنا تحتيها صدق والامانه دي تحتيها 30 خط اي بيان بتكتبه لازم توثقه بامانه وتقول مصدره منين المعرفة السابقة حول موضوع مشكلة البحث، اتكلمنا فيها، عدم الإكثار من الاقتباس والحشو، يعني اتكلمت في نقطة معينة 30 واحد اتكلم فيها قبل كده، لا مش شرط أقول ال 30 دول كلهم إنهم اتكلموا فيها أكتفي بواحد أكتفي باتنين دول كفاية إنهم يغطوا لي الفقرة اللي أنا بتكلم فيها أو النقطة دي، بل حشو كتير في البحث العلمي مش مطلوب. عدم الطعن في الباحثين الاخرين واعطاء كل ذي حق حقه، يعني باحث معين عمل بحث قبليك واستخرج نتائج معينه ما طعنش فيهم وما اقولش البحث بتاعه ده ال ال وحش او البحث بتاعه ما استخرجش نتائج جيده او ما كانش فيه امانه مش من حقي، مش من حقي اتكلم على باحث اخر عمل بحث واستخرج نتائج معينه، ليس هذا من حقي. انما حقي فين؟ حقي اللي انا اشتغل في بحثي بامانه وصدق واستخرج نتائج تفيدني وتفيد التخصص بتاعي. التجايد العلمي والموضوعيه والبعد عن الاهواء والعاطفه، ما ينفعش يبقى فيه تحيز في البحث العلمي. عدم التحيز في البحث العلمي، ما ينفعش العينه بتاعتي احاول انا هاخد الشويه دول. لا ما ينفعش لازم الاختياري حتى العينه والعينات ده جزء كبير جدا او موضوع مهم جدا في البحث العلمي ومكتوب فيه كتب كيفيه اختيار العينه هل استخدمها بالطريقه العمديه ولا بالطريقه العشوائيه ولا بالطريقه الطبقيه اذا كان عندي اكثر من طبقه او طبقات كثيره في المجتمع في طرق كتيرة جدا لاختيار العينه بقول انا مكتوب فيه كتب موضوع العينات ده يبقى نقول عدم الطعن التجرد العلمي والتجرد العلمي والموضوعيه والبعد عن الاهواء والعاطفه اللي هو ما عدم التحيز في البحث العلمي البعد عن التعميم واصدار النتائج مسبقا ما ينفعش انك تعمم قلنا الا اذا على المجتمع اللي انت خدته منه العينه ما ينفعش تعمم على مجتمع تاني ما ينفعش اصدر نتيجه مسبقه قبل ما اطلع النتائج بتاعتي يعني طلع نتائج استعجلت في اصدار النتائج قبل ما البحث ينتهي وتتوصل فعلا لحلول لهذه المشكله تقدر اللي انت تعمم النتيجه بتاعتك على المجتمع اللي انت سحبت منه عينه البحث أن يكون لدى الباحث القدرة على استخدام الدلالات المناسبة والعبارات المناسبة، إزاي تقدر تحط في البحث بتاعك عبارة معينة أو توصل مصطلح معين بمفهوم معين تقدر اللي انت توصل لي بيه المعلومه بسهوله جدا عدم حذف اي دليل او حجه تتنافى مع اراء الباحث او مذهبه يعني واحد قال موضوع معين مش جاي على مزاجي او مش جاي على هواية فما ينفعش استبعده طالما ده عالم واتكلم في نقطة علمية تخص هذا الموضوع مش جاي على هوايا انا ما استبعدهاش لا لازم احط الاراء كلها وانت تقدر انت تحلل هذه الاراء وتقول رايك انت الشخصي كباحث مش هو مش عشان الحجه دي تتنافى مع نتيجه البحث بتاعك او مع ارائك انك تستبعدها لا دي مش من صفات الباحث الجيد اخر نقطة، القدرة على التحليل واستخدام النماذج المناسبة لموضوع البحث، لابد أن يتوافر لدى الباحث العلمي الجيد القدرة على التحليل، ما ينفعش يبقى أنت طالع لك نتيجة، ما ينفعش يبقى أنت لك نتيجة معينة، في البحث بتاعك ومش قادر تحللها ما ينفعش يبقى في عندك جدول احصائي معين موجود فيه النتائج وانت مش قادر اللي انت تحلل هذه النتائج وتحط رايك الشخصي فيها موضوع الصفات دي خاصه بالباحث الجيد مهمه جدا وكان لابد ان تكون في مقدمه هذه الدوره وبذلك يعني احنا يمكن حبيت ان انا ادخل كمقدمه في البحث العلمي وفي اساسيات البحث العلمي ازاي صفات الباحث البحث الجيد، صفات الباحث الجيد، الطريقه العلميه في البحث العلمي، خطوات المنهج العلمي، كل دي مقدمات للدورة بتاعتنا اللي هي أساسيات البحث العلمي الجيد أنا كده يمكن خلصت المحاضرة اللي هي خاصة النهاردة كمقدمة في الدورة وأنا مستني لو في أي أسئلة أو أي استفسارات في موضوع المحاضرة أنا تحت امركم يعني شكرا معايا دكتور واسين على تعب حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب متشكر جدا من علم احنا قاعدين والله ينسي. انا ما قاعد ماسك ورقه والقلم ورق. مرة. ربنا يجزي خير يا دكتور آه يعني اتمنى بس ان انا اكون سبت انطباع جيد لدى الحضور وانهم استفادوا فعلا من من هذا اللقاء اليوم يعني. اكيد يا دكتور وبالاخص ان احنا عندنا آه عندهم مشروع تخرج آه في الماجستير في البكالوريوس بيمروا بنفس التجربه بس في الفصول الدراسيه الاخيره فبيكونوا في احتياج لكل كلمه في خطوات البحث العلمي فهو بدايه فصل دراسي وحاليا احنا في فتره صياغه الخطه الدراسيه من اول العنوان لحد تشكيل الوزاره ككل فان شاء الله يكون يعني حضرتك بتقدم ليهم كل كلمه في العرض فهي مفيده لينا كلنا اكيد طبعا دكتور شكرا جدا ربنا يخليك دكتور هو في تساؤل جاي في الاسئله انه هل يمكن الحصول على الماده العلميه؟ اه لا هل... سهل جدا سهل جدا في نهايه الدوره ال... الماده العلميه هتكون عند حضرتك يا دكتور محمد تمام وانا ان شاء الله بتكفل ان شاء الله مجرد ما اخذها من الدكتور بتكفل ان انا اوصلها لحضراتكم عبر الايميل اللي حضراتكم مسجلينه في الدوره التدريبيه ان شاء الله تمام لو في اي تساؤل اتفضلوا احنا مع حضراتكم دكتور معانا كمان بحب انبه لحضراتكم حضراتكم على طريقه التسجيل احنا نشرنا رابط التسجيل وهنشره لحضراتكم تاني تقدروا تسجلوا في الدوره الناس اللي محتاجه الشهاده توصل ليها ولو في اي استفسار احنا بانتظار حضراتكم ليها كمان <applause> في سؤال يا دكتور محمد يعني انا شايفه في الشات اللي هو هل سيكون هناك ضاويه لشرح توثيق المصادر بشكل مفصل اه طبعا موضوع انا اتكلمت في موضوع توثيق المصادر ده اللي هو محتاج فعلا لقاء لوحده لان موضوع مهم جدا وموضوع كبير وموضوع هام وانت هتحتاجه في البحث بتاعك اي بحث علمي لابد ان يكون هناك له توثيق للمصادر اللي انا استعنت بيها سواء توثيق في متن البحث او توثيق في نهايه البحث وهل النظام اللي مستخدم في الجامعه عندكم يا دكتور محمد هل نظام الاي بي اي النسخه السادسه او السابعه او اي نظام اخر كل ده موضوع لوحده وفعلا محتاج حلقه لوحديه ان شاء الله إن شاء الله أكيد حضرتك هتمر بيه دكتور وإحنا في انتظار ده حتى كمان النشر العلمي إن إحنا عندنا كمان بنشجع على نشر الأبحاث وإن شاء الله حضرتك برضو تبقى تدينا فكرة سريعة بإذن الله. بإذن الله. الله بإذن الله هل المحاضرة مسجلة؟ أه مسجلة إن شاء الله وهتكون مع حضراتكم على اليوتيوب هل عمل هل يجب عمل دراسات إحصائية في البحث؟ الدكتور هيجاوبنا على السؤال ده والله هو البحث العلمي لابد ان يكون هناك له احصاءات لاستخراج النتائج، واي نعم بعض البحوث الوصفيه التاريخيه ممكن ان هي ممكن ما يكون او يكون فيها الاحصاء بنسبه قليله جدا، ولكن في الغالب احنا عارفين طبعا ان ان مناهج البحث ودي ثابته ودي اصوليه وثابته في جميع المراجع يا اما عندنا المنهج التجيبي يا دكتور يا اما عندنا المنهج الوصفي يا اما عندنا المنهج الديفي مناهج ثابته ودول لا بد ان يكون لهم حلقات مش حلقه واحده منهج تجيبي او مستخرج منه الشبه التجيبي ده انت بتعمل تجربه من اسمه من اسمه اللي انا بعمل تجربه لما اعمل تجربه هيبقى عندي بيانات والبيانات دي هست... هطلع منها النتائج ازاي عن طريق استخدام المعالجات الاحصائيه ايضا لما استخدم البحوث الوصفيه ما انت هيبقى عندي وصف لمجموعه اشياء وصف لمجموعه عناصر وصف لمجموعه مثلا اشياء موجوده الوصف ده بيترجم بعد كده لما نتكلم في الاحصاء لان انا قلت قبل كده يا دكتور قلت لاخواتي لل... ل... انهم هناك الاحصاء متداخله مع البحث العلمي، هناك بيانات كميه، هناك بيانات وصفيه، والبيانات الكميه لها طرق معينه في المعالجات الاحصائيه، والبيانات الوصفيه لها طرق معينه اخرى ايضا في المعالجات الاحصائيه. ولكن في الغالب اي بحث علمي لابد ان يكون له احصاء بنسبه كبيره جدا. تمام دكتور. دكتور في تساؤل بيقول هل من الضروري نذكر كلمه مشكله في عنوان البحث او يكتفي او يكتفى بشرح المشكله في مشكله البحث؟ والله هو في الغالب بنكتب مقدمه ومشكله البحث. بنكتب كده في الأول مقدمة ومشكلة البحث لأن هو عبارة عن اللي أنا بكتب مقدمة أو مدخل للمشكلة وبعدين بقول المشكلة إيه اللي أنت هتبحثها ما أنت طالما في لو ما كانش في مشكلة مش هتعمل بحث علمي فلازم أكتب إن في مشكلة وأكتب المشكلة دي إيه وبعدين زي ما قلت أصيغها في الأخر في النهاية بسؤال وهذا السؤال ليس له إجابة إلا في نهاية البحث تمام دكتور كمان تساؤل يمكن مش واضح قوي بيقول البحث العلمي هل يتناول ما بعد تطبيق نتائج البحث لقياس الاثر والتغيير البحث العلمي توصلت اللي انت طلعت بنتيجه معينه هل هل هذه النتيجه انا مسؤول اللي انا اتابعها اتابع بقى هذه النتائج اه ممكن اللي انت تتابع هذه النتائج وتشوف فعلا الاثر والتغيير اللي هيحصل ايه، وممكن تكتفي بالنتيجه البحثيه بتاعتك اللي انت طلعتها من البحث بتاعك وحققت الفروض بتاعتك وحطيت التوصيات بتاعتك وممكن باحث اخر يجي يكمل بعديك هذه النقطه البحثيه ويشوف الاثر والتغيير وممكن ذات نفسك انت تاخد النتيجه بتاعتك وتكمل بيها بحث اخر. كنوع من المتابعه. تمام دكتور. فيك التساؤل كمان هل من الممكن حضرتك تبقى تعرض لنا كأمثلة كعناوين مثلا للبحث مش مثال للأهداف؟ أنا مفيش مشكلة بس في في أي تخصص من تخصصات ولا أوبن يعني مفتوحة بحيث توصل الفكرة، طيب فيش حاضر ماشي ماشي حاضر سؤال كمان دكتور بقول كيف نجمع بين عدم الحكم على البحوث السابقه للمشكله واستمرار المشكله حاليا لاداء بحث عليها بمعنى لم تحل طالما انه سوف نبحث بها يعني اللي انا حاولت استنتجه من من السؤال ان المشكله دي ما اتحلتش ان في مشكله وما اتحلتش وطالما ان ما اتحلتش يبقى خضع للبحث طالما هذه المشكله ما زالت انها مش محلوله يبقى خاضعه للبحث العلمي ممكن انت تخضعها للبحث العلمي وممكن واحد تاني يخضعها للبحث العلمي انما لسه قصادي ما زال ان هناك مشكله ليس لها حل تمام دكتور دكتور لو حضرتك تعيد لنا شروط العنوان الجيد شروط العنوان الجيد انا قلت ممكن اخليه في الحلقه اللي بعد كده ان هو ما يبقاش مخل قوي وما يبقاش كتير قوي وان في هناك عدد معين من الكلمات للعنوان بنسبه كبيره لا تقل عن 12 كلمه وما تزيدش عن 16 كلمه بحيث انها اقل من كده هيبقى مخل قوي وازيد من كده هيبقى العنوان كبير جدا انما في ال... يمكن انا قلت ان العنوان لابد ان يشتمل على جميع متغيرات البحث سواء كانت متغيرات مستقله او متغيرات تابعه بحيث تقرا البحث تعرف منه البحث ده بيعمل ايه تمام دكتور عندنا تساؤلين فقط وبعد كده هنشكر حضرتك دكتور البحث قد يكون تطويري وليس مشكلة واقعية فقط هل ممكن يكون كده؟ ممكن بحث خاضع ان هو بيطور جزء معين او يستخرج نتيجه معينه ان هو تفيد في مجال التخصص بتاعي يعني المهم ان هو يكون نقطه بحثيه لم يتطرق لها احد يعني ما حدش استخدم النقطه دي وعمل لها تطوير ما حدش استخدم المشكله دي وحلها قبل كده يبقى انا متفايد فيها او انا ابتقيت هذه لان دايما يقولوا ايه البحث البحث العلمي حاجه مبتكره انت ما ما بتعيدهاش مش واحد عملها وانت بتاخدها تعيدها تاني لا انت ابتكرتها بحث مبتكر طب السؤال الثاني دكتور مرتبط بده بيقول هل يمكن ان انا اكمل على بحث حد تاني اه جدا بالضبط بالضبط ممكن جدا ان هو زي ما قلت توصل لنتيجة معينة بحثية وقف لغاية كده انا ممكن استخدم النتائج بتاعته والتوصيات اللي هو حاططها وابتدي اكمل على هذا البحث العلمي بحيث يبقى لان من البحث العلمي في تكامل يا دكتور محمد في نوع من التكامل انا اشتغلت نقطه بحثيه ووقفت لغايه كده وطلعت النتيجه واحد تاني خد هذه النقطه وبدا ان هو يشتغل على نقطه مكمله لها واستخرج بعض النتائج فممكن يبقى فيه تكامل وممكن يبقى فيه بحوث بينيه دكتور محمد بين أكثر من تخصص معين ونقضى ونقدر اللي احنا هذه التخصصات بنقدر اللي احنا نشتغل فيها مع بعض ونطلع بنتيجه معينه. طبعا دكتور فيه تساؤل كمان بيقول هل ممكن إج... لا ده خلاص هل يوجد للدكتور دورات للبحث النوعي المتعلقه بتخصصات العلوم الانسانيه النظريه وفين نحصل اعلانات دورات الدكتور؟ انا عايز ابشر حضراتكم بحاجه دكتور موجود معانا الترم الجاي هيدرس لحضراتكم وهيكون معانا في الجامعه فان شاء الله نستفيد من علمه الوافر ولو في اي دورات مسجله الدكتور يقدر يقول لنا عليها. هو الحقيقه النوع ده اللي هو بيقول السائل بيسال عليه لا انا ممكن اعمل فيه دوره ما فيش اي مشكله خالص اي نقطه بحثيه انتم تتفقوا عليها او عاوزين لها اي توضيح الدكتور محمد ممكن ان احنا نتواصل مع بعض ممكن ان احنا نعمل لها محاضره ممكن محاضره واحده وممكن اكثر من محاضره فيش اي مشكله عندي خالص يعني بحيث انا يعني انا نفسي اوصل نقطه معينه ويمكن انا قلتها في الاول اللي انت البحث العلمي يبقى اسلوب حياه سواء في حياتك الخاصه الشخصيه او في حياتك العمليه والعلميه تمام دكتور شاكرين افضل حضرتك دكتور وعاجزين على الشكر ونشوف حضرتك على خير المحاضره الجايه واسينا على دكتور على تعب حضرتك شكرا للحضور الكريم ان شاء الله نشوفكم المحاضره القادمه احنا الدوره التدريبيه اربع محاضرات المحاضره الثانيه هتكون يوم 20 اكتوبر احنا شغالين اثنين وخميس الدوره اربع محاضرات النهارده كان يوم 17 اكتوبر المحاضره الثانيه هتكون يوم 20 اكتوبر المحاضره الثالثه هتكون 24 اكتوبر والمحاضره الرابعه والاخيره هتكون يوم 27 اكتوبر نتمنى من جميع الحضور ومتشكرين جدا دكتور وفي رعايه الله شكرا دكتور محمد شكرا راتنا. السلام عليكم. السلام شكرا مع شكرا السلام. مع السلامة مع السلامة،